السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين متابعين مطبخ لايف. النهارده يوم متنوع، يوم جميل، هنعمل فيه وصفات جامده جدا ان شاء الله هتعجبكم وهتنال رضاكم، كمان بطريقه بسيطه، مكونات سهله وطرق مختلفه ان شاء الله هتعجبكم. معايا كمان ضيفي النهارده الشيف محمد علاء، هيعمل لنا النهارده الوصفات وهيبسط الموضوع خالص. مساء الفل عليك يا شيف محمد. مساء الخير عليك يا شيف كريم، مساء الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا النهارده على قناه نايل لايف من خلال البرنامج بتاعك الجميل مطبخ لايف. حبيبي، اتمنى اكون ضيف خفيف عليكم النهارده واقدر اقدم حاجه تعجبكم ان شاء الله وتنور رضاكم. اهلا بك يا شيف محمد، نورتني، وان شاء الله النهارده عايزك بقى تبدع وتوريني الوصفات كده بتاعت النهارده، وقول لنا السفره الجميله. انا شايف ما شاء الله خامات حلوه قوي، يلا بينا يعني هنطلع حاجه زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله يا شيف كريم. قول لي كده بقى النهارده الاطباق اللي انت هتعملها عباره عن ايه؟ معانا النهارده شعريه بالموزه الضاني والمكسرات، يا عيني. معانا سمبوسه بالدجاج والريحان، تمام. وهنعمل سلطه من المطبخ الشامي، سلطه التبوله، تمام. وهنعمل نوع حلو خفيف ان شاء الله يعجبكم، بامبرديو او فرنش توست. تمام، زي الفل. طيب خلينا كده نقول مكونات اول طبق مع بعض، وواحده واحده مع بعض كده. هجيب لك بلانش اهو، وقول لنا المكونات الجميله اللي انت هتعمل لنا بيها الوصفه ديت. معانا طبعا شعريه، معانا موزه ضاني بالعظم، معانا البوكيه جرنيه بتاع الموزه، جزر، كرفس، قرفه، حبهان، ورق لورا، ومعانا جزر وبصل مبشور للشعريه، ومعانا لوز وزبيب للشعريه بتاعتنا، وزبده وزيت. زي الفل، مكونات بسيطة. وانا عايز بقى، انت بتقولي النهاردة انا هعمل الموزة بطريقة مختلفة ان شاء الله، مش هتبقى مسلوقة او محمرة بس، لا هنعملها كمان يكون طعمها كويس وبطريقة بسيطة بإذن الله تعجبكم. طيب وريني كده. عادة المفروض ان الموز على طول بتتاكل يا مع فتة يا اما مع رز او الكلام ده، النهاردة انت عاملها بالشعرية والمكسرات، حاجة جديدة ان شاء الله النهاردة، ورب تعجبكم ان شاء الله. طيب يلا بينا. طبعا الموزة بتاعتنا مغسولة كويس جدا، ملح وخل وفلفل اسمر، بتسيبها منقوع شويه في محلول، تمام تمام. بعد كده بنديها صدمه في الطاسه، نقفل المسام بتاعتها. طيب قبل ما ننزلها طبعا في البوكيه جرنيه بتاعها، يعني انت هتعمل لها صدمه قبل ما تنزلها، هعمل لها تشك الاول في الطاسه بحيث اقفل المسام بتاعتها. حلو. قبل ما انزلها في البوكيه جرنيه بتاعها. زي الفل، يلا بينا. ادي الزيت اهو، تعمل لها صدمه بالزبده، حته زبده وحته زيت. ممكن بدل الموزه الضاني، لان الموزه برضو يعني ممكن تكون غاليه شويه او كده، ممكن نعمل الوصفه دي باي نوع من اللحمه تاني او اي نوع من الفراخ، يعني اي لحمه موجوده عندنا في البيت يا شيف كريم ممكن نعمل بيها، مفيش اي مشكله. تمام، احنا اخترنا الموزه الضاني النهارده بس بحيث ايه اللي هو تدي الطبق بتاعنا هيبه شويه. الله عليك. هات. يعني ممكن اي نوع لحمه عادي موجود في البيت، اي لحمه موجوده عندنا في البيت عاديه مفيش مشكله. تمام، محتاج دي دلوقتي هحمر فيها الشعريه شويه بس. ماشي. طبعا عندنا الحله بتاعتنا جاهزه، على بال ما اللحمه بتاعتنا بس تشمع هننزل بالجزر بتاعنا. ده بوكي جرنيه في المرقه او في الميه اللي هتسلق فيها، هسلق فيها الموزه. الموزايه، تمام. شويه قرفة عدان، جزر وكرات، جزر، كرفس، كرات، ورق لورا، قرفة عدان، تمام. الفليفرات اللي هي تقدر تخلي معايا طعم اللحمه ليها كويس او تديها نفس كويس. تمام. زي ما شاء الله محمله، اه. طبق يبقى ليه شخصيه يعني. تسلم ايدك يا شيف. هعلي لك النار هنا، اه. طيب انت ممكن تحطها هنا ونحمر الشعريه برده جنبها عشان نكسب وقت. احنا خلاص بس دقيقه واحده وهننزل بيها في البنات. طيب بس نعلي النار هنا عشان الميه. عليت لك النار. ننزل بيها. تمام كده، انت عملت لها صدمه في شويه زيت. تمام. وزبده، وبعد كده نزلت بيها في المرقه او البوكو جرنيه اللي انت حاطه، صح كده؟ تمام يا شيف كريم.
نغطيها بقى ونسيبها براحتها تتسلق على بال ما نحمر الشعريه بتاعتنا. تمام. معانا حبه الزيت. حته الزبده. زيت وزبده. تمام. على بال ما يسخن معايا بس. لحم الضاني طبعا يعني انا اسمع واعرف ان لحم الضاني او الدهون اللي بتبقى فيه بتكون مش مضره زي يعني تمام. الزيت المهدرج او السمنه اللي احنا بنشتغل بيها. لا هو الزيوت المهدرجه تمام تمام زي ما حضرتك بتقول، هو الزيوت المهدرجه والسمنه اللي احنا بنشتغل بيها في البيت هي اخطر من الدهون اللي في الضاني. اللحم الضاني يعني اللحم الضاني الدهون اللي فيه، بس طبعا اي الضاني حاجه حتى لو مفيده كترها قطرها بيقلب طبعا لازم. صح كده؟ تمام. معانا استاذ احمد تليفون. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ كريم؟ اخبارك ايه يا استاذ احمد؟ تمام والله الحمد لله. الله ينور على حضرتك حبيبي يا استاذ احمد. تسلم. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بتعمل حاجات حلوه قوي يعني، يعني بتبهرنا باللي بتعمله والله. ربنا يخليك يا استاذ احمد. تسلم. كنت حابب ارحب بالشيخ محمد. ربنا يخليك يا استاذ احمد. الله ينور على الحاجات الجميله اللي بتعملوها دي. ربنا يخليك يا رب يا استاذ احمد. ربنا يخليك يا فندم. دايما كل جديدنا عندكم ان شاء الله. تسلم يا استاذ احمد. ربنا يخليك. ليك اي سؤال؟ لا يا فندم، انا حبيت ارحب بيك وبشيك محمد. تسلم. شكرا لاتصالك. كلك ذوق. تسلم يا استاذ احمد. شكرا. شكرا لاتصالك. الف شكر. شكرا. قول لي كده شيف بقى بتعمل ايه؟ انت كده بتحمر الشعريه. كده بنحمر الشعريه على بال ما الموزه بتاعتنا تتسلق. تمام. اي نوع مكسرات ممكن يتحط مع الشعريه؟ يعني زبيب. المكسرات اللي موجوده عندنا في البيت. اي نوع مكسرات؟ زبيب، بندق، لوز. يعني احنا مشكلة. لو عملناها من غير مكسرات مش هتتاكل؟ هتتاكل طبعا، مفيش مشكله. يعني دي مش حاجه اساسيه؟ لا طبعا. تمام. ليها اكتر من طريقه الموزه في تسويتها؟ يعني هو شرط ان احنا نعمل لها الصدمه وتتسلق في المرقه، ولا ممكن تتعمل بطرق تاني؟ روستو مثلا ممكن في الفرن. تعمل روستو في الفرن، ممكن اعملها على كسكسي، ممكن اعملها ليها كذا طريقه. يعني ممكن تتاكل جنب كسكسي او رز او كده، صح؟ تمام تمام. طب لو هعملها روستو في الفرن انهي بيكون طعمه احلى يعني؟ والله هو الاثنين حلوين. يعني ممكن اعملها روستو في الفرن، بس هو حسب اللي بياكل بقى. انت مثلا عايزها روستو في الفرن مثلا، هقوم جايب المزايا هبدرها بشويه دقيق وانزل بيها مع الخضار بتاعها عشان تكرمل معايا شويه. تمام. وبعد كده برضو بحطها في السفنديش بتاعها او في الصينيه بتاعتها. وندخلها الفرن. حبينا على فته او حبينا زي ما احنا بنعمل كده، طبعا هنديها سلقه الاول تتسلق شويه عشان بس ايه تبقى سهله معانا في السوا. زي الفل. طب لو روستو في الفرن بتاخد وقت اكتر من ان هي بتبقى في مرقه او بتتسلق؟ هي هتاخد وقت معانا شويه، مثلا حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع على ما بتستوي معانا، لان الموزه كبيره شويه فهي بتبقى المسام بتاعتها بتبقى يعني مقفوله، فبتاخد معانا وقت شويه. بتفرق في الطعم بقى شيف؟ يعني الطعم يعني بيكون فيه اختلاف لو انا عاملها روستو او سلقها او كده؟ طبعا الطعم ده غير الطعم دوت. معانا تليفون من استاذ درويش. الو. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته استاذ درويش. ازيك يا سيف؟ ازيك يا سيف كريم؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ بخير طول ما انت بخير والله. منورين الدنيا انت وضيوفك. ازيك يا سيف محمد؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ منورين الدنيا. ربنا يخليك يا استاذ درويش. تسلم. لو سمحت والله كنت عايز، انا عندي عرق فليه من العيد. تمام. فعندي في الثلاجه فمش عارف اعمل بيه ايه. تمام. عايز طريقه لعرق الفليتو. عايز اعمله مثلا اللي هو انا بشوفه، اللحمه البارده دي والروست، الحاجات اللي هي زي الفل. يعني حاجه زي كده. حاضر. عينيا الاثنين. حاضر. اوامر. ممكن توضح لنا كده شيف بعد اذنك؟ عينيا الاثنين ليك يا استاذ درويش. الله يخليك. نعمله ونجيبه لحد عندك كمان. كله حبيبي. حبيبي يا استاذ درويش. شكرا لاتصالك. ليك اي سؤال تاني؟
الكريم بروليه. الايه؟ اللي هو اكلتها في مطعم اسمه كريم بورليه، فكنت عايز كريم بورليه. اه حاضر حاضر، شاكر شاكر سيادتك. شكرا لاتصالك يا استاذ درويش، نورتني، صباح الفل عليك. طيب قول لي كده بقى شيف انت، انا عايز بس اركز معاك ايه كده عشان خاطر ايه، حمر حمر الشعريه دلوقتي لازم تاخد اللون الجولد ده. طبعا لازم تاخد اللون الجولد بتاعها. تمام، انا معايا هنا بصل وجزر هنزل بيهم دلوقتي على الشعريه. تمام، بس بحمر الشعريه نص تحميره الاول عشان ما انزلش بالبصل الاول، معايا هيدي لون مش هيبقى ظريف. انت مش عايز البصل الاسود؟ مش عايز البصل الاسود. تمام. طب تجاوب بقى على العرق الفريتو ولا جاوب انا؟ مفيش مشكله حضرتك عايز. طب يلا قول. هو معاه هو عرق فريتو، عايز عايزه روستد او عايزه زي اللحمه البارده، يعني يتعمل زي اللحمه البارده اللي هو الروز بيف مثلا، زي الروز بيف كده. بيجيب العرق عادي يا شيف كريم، مثلا بيفتحه، العرق بيتفتح الاول وبنجيب فصوص توم ندخلها في العرق من جوه. تمام، وبنربطه طبعا، لازم العرق يتربط معانا. تمام، بيتكتف بالدباره اللي هي يتربط بالدباره اللي هي بتتباع. تمام، وبنتبله التتبيله بتاعتنا ملح وفلفل وميه بصل، وبنحطه في سفنديج تحتيه جزر وكرفس وكريات والخضار بتاعنا. حلو، وندخله الفرن، نغطيه في فويل وندخله الفرن. طبعا هو العرق لما بيطلع ما بيبقاش سوا كامل، عرق الروزبيف ما بيبقاش سوا كامل. تمام، بيبقى اللحمه من جوه لونها لون الروزيه، لون روز. تمام، يعني ميديوم ويل، او ممكن نقول ميديوم ويل. ميديوم ويل. تمام، وبيتقطع السلايزر اللي هي مكنه اللانش. بيتقطع السلايزر بيبقى زي اللي هو اللحمه اللحمه البارده اللي هو الروز بيف. زي الفل. هات النهارده انا معاك مساعد يا باشا، اللي انت عايزه قوله لي. كده انت حطيت الجزر والبصل على الشعريه وبتشوحهم مع بعض. حلو قوي. عايزين الشعريه بتاعتنا تاخد اللون الجولد ده. تمام، عندنا هنا الميه بتسخن، تبل ملح وفلفل، شويه فلفل ابيض، ملح وفلفل بس. ملح وفلفل بس، حابين نضيف بقى شويه جوزة الطيب، شويه سبع بهارات. يا عيني مفيش مشكله. لازم تسخنها قوي، تفلفل كده زي الرز. طبعا زي الرز بالظبط. لون الشعريه اصلا، عارف انت لو ما بتعملش الوصفه دي انا كنت حطيت عليها شويه لبن وشويه سكر وكلت. بعشق الوصفه دي على فكره، يعني الشعريه بالمكسرات كده والسكر واللبن اكلتي المفضله. هننزل بقى بالميه بتاعتنا. تمام، ميه سخنه. ميه سخنه، احنا خلاص تبلنا، حطينا ملح وفلفل. تمام، مفيش مشكله. قرب الحل، مش مشكلة. بتسقي المرقة بتاعتها بيبقى المية قد ايه؟ زي الرز كده، زي فكرة الرز بالظبط. زي الرز يا شيف كريم. ولا بتبقى أسهل ولا أقل؟ ودي بتاخد كمان، ما بتاخدش وقت في السوى، يعني هتستوى أسرع من الرز. تمام، يعني بتبقى برضو فوق بنص عقلة صباع واحد. نص عقلة صباع فوق الشعرية. تمام، خد الغطا بتاعك اهو. تمام كده، انت هتعمل اي حاجه تاني بعد ما سقيت المرقه؟ انت هتسيبها تستوي على نار طبعا متوسطه، تستوي براحتها على نار هاديه زي فكره الرز بالظبط. صح كده بالظبط. طيب الموزه تقريبا بتقعد لها وقت قد ايه في ال هتاخد لها من حوالي نص ساعه 45 دقيقه. من نص ساعه ل 45 دقيقه. تمام، طبعا احنا عملنا الشعريه وعملنا الموزه قدام حضراتكم. احنا طبعا مجهزين نسخه قبل الهواء عشان خاطر بتاخد حوالي 40 او 45 دقيقه في المرقه. هنطلع فاصل ونرجع نشوف بعد كده هنركب الطبق بتاعنا ازاي، وتكون كمان الشعريه استوت. معانا وصفات جامده جدا جدا النهارده مع الشيف محمد علاء، بس هنطلع فاصل ونرجع، استنونا.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض الموزه وشفناها خطوه بخطوه وحطيناها في الميه او في المرقه بتاعتها بتستوي براحتها خالص، وعملنا مع بعض كمان الشعريه اللي هتتقدم جنب الموزايه. طبعا احنا مجهزين قبل ما نطلع الهوا موزتين حلوين برضو كده بنفس الطريقه ونفس التكنيك اللي احنا عملناه، بتطلع زي ما حضراتكم شايفين بالشكل الجميل الروعه اللي قدامنا ده. هنشوف بعد كده هنشتغل الطبق بتاعنا ازاي مع الشيف محمد. اتفضل يا شيف محمد. طبعا الموزه بتاعتنا هي كده طبعا شكلها بعد ما اتسلقت. تمام. نحمرها تاني. نحمرها بقى زي الفته بقى. زي فكره الفته. زي فكره الفته بالظبط. تمام. طبعا انت حاطط معايا عود روزماري. وفص ثوم سليم. كل دي منكهات او خفر للماء. زي الفل. معانا تليفون من الاستاذ صابر. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شيف كريم حبيبي. الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام يا باشا. الحمد لله حبيبي. انا برحب بيك انت والشيف محمد علاء، منورين الشاشه والله يا شيف كريم. ربنا يخليك يا استاذ صابر. تسلم. ربنا يكرمك. وحشنا جدا الاكل بتاعك اللي احنا عارفينه طبعا وكناه قبل كده كتير. حبيبي حبيبي تسلم لي. تسلم لي يا استاذ صابر. والشيف محمد علاء برضه بمس عليه ومنور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا فندم، بنورك والله. ربنا يكرمك يا استاذ صابر. تسلم. قول صابر كامل. بقول لك تسلم ايدك يا شيف تون. حبيبي يا استاذ صابر. الله يبارك لك يا استاذ صابر. حبيبي ربنا يبارك لك. شارع يا باشا منورين الدنيا والله. حبيبي ربنا يخليك يا استاذ صابر، نورتني. ليك اي سؤال؟ ربنا يبارك فيك حبيبي. قول لي سؤالك. ليك اي سؤال؟ يا باشا مفيش اي سؤال. مفيش حبيبي. اي سؤال يا شيف كريم. حبيبي نورتني باتصالك. تسلم يا استاذ صابر. تسلم. صباح الفل عليك. خلاص كده يا شيف كريم. طيب نشوف بس الشعريه كده طلعت بقى مفلفله ازاي، وورس كده الساده المشاهدين كده. تمام. الشعريه معانا اهي بعد ما استوت كده. انت بتعمل بيك اب للطبق او بتغرف الطبق؟ بنبكب الطبق بتاعنا. تمام. ريحة الشعرية روعة الروعة. تسلم ايدك يا شيف. ربنا يخليك يا شيف كريم. انا معاك ما تقلقش. تمام. اهو. الموزه بتاعتنا خلاص قربت تحمر اهي. تمام. هننزل بالزبيب بتاعنا. حلو قوي. عارف انت الاكله ديت قلب على خليجي شويه برضو، لان الاكل الخليجي كله برضو بيكون داخل فيه مكسرات مع الرز البسمتي مع الشعريه، فبرضو قلب على خليجي شويه. صح كده؟ صح. معانا تليفون من مدام ناهد. الو. الو. اهلا اهلا، ازيك يا شيف؟ اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. بحييك وبحيي الشيف اللي معاك وكل الحقيقه اكلات اللي قدمتها في منتهى الجمال. ربنا يخليك. ربنا يخليك. والله حاجات جميله جدا جدا، اختيار جيد جدا للاكلات وجميله حقيقي يعني. تسلمي يا مدام ناهد، ربنا يخليكي. ده عشان انت بس بتتفرجي علينا والله. لا والله ده يعني لا، اصل الحاجات الكويسه بتفرض نفسها يا الحقيقه. ربنا يخليكي يا ست الكل، شرف لينا. ربنا يخليكي. لو سمحت يا شيف والنبي، كنت عايزه اعرف الموزه انا ما لحقتش عملتوها ازاي. تمام. حاضر، اعيد لك تاني الطريقه. حاضر. شكرا جزيلا. اوامر ليك. اي سؤال تاني؟ لا شكرا جزيلا. نورتيني. شكرا لاتصالك. شكرا يا شيف تونسي. الشهره بتاعته شيف تونسي محمد علاء، وشهرته شيف تونسي. يا شيف تونسي عايزين نعيد الموزه تاني، عملتها ازاي بنفس الطريقه اللي انت عملتها؟ ده طبق الموزه بتاعنا. تمام. الاول جبنا الموزه بتاعتنا اديناها صدمه معانا عشان خاطر نقفل المسام بتاعتها. وخدناها في طاسه بحبه زيت وحته زبده. بعد كده رميناها في المايه بتاعتنا. البوكيه جرانيه بتاعنا جزر وكرفس وبصل والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل. تمام. ورقه لورا وحبهان. تمام. وعود قرفه خشب. زي الفل.
وبعد كده حمرنا الشعريه بتاعتنا، حمرنا الشعريه بتاعتنا وسقناها من البيوم بتاعنا، بتكون الشعريه الموزه بتاعتنا طلعت، بنحمرها في طاسه بحته زبده وعود روزماري وفص توم سليم. الله. وبعد كده بننزل بيها زي ما حضرتك شايف. انت جوعتني يا شيف. لا انا شايف يا شيف. انت عايز ورق فويل عشان خاطر الموزه؟ خد اهو، خد يا شيف. طيب معانا تليفون من مدام اسماء. الو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيف؟ اخبارك ايه يا مدام اسماء؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. قولي لي ايه رايك في الموزه اللي الشيف بيعملها لنا النهارده؟ ممتازه ما شاء الله، جميله، تسلم ايده. ربنا يخليك. تسلمي. ربنا يخليك. قولي لي ليك. طيب استاذنك يا شيف، انا بس عايز اعرف طريقه عمل الحواوشي عشان اعمله النهارده ان شاء الله. حاضر. انا الاثنين. حاضر. تسلم ايديك يا شيف. ليك اي سؤال تاني؟ شكرا. شكرا لاتصال حضرتك، نورتينا. العفو. دي ممكن نوطي عليها يا شيف كريم؟ دي؟ اه براحتها بقى. خلاص تمام. الحواوشي طبعا هنجاوب كده على الحواوشي سريعا قبل ما تجهز نفسك ومقاديرك في الوصفه الثانيه. تمام. الحواوشي بنجيب طبعا عيش بلدي وشويه لحمه مفرومين حلوين كده، يكون فيهم نسبه دوش شويه او حته ليه، يعني لو كيلو لحمه هنحط عليه 200 جرام ولا حاجه دوش او ليه. وبعد كده تتفرق بفرمه كويسه، نحط عليها اربع خمس بصلات كبار مبشورين مع شويه بقدونس وشويه طماطم من غير اللحم. بعد كده بنحط ملح وفلفل، شويه جوز الطيب، سبع بهارات، تقلبوا الميكس الجميل ده كويس، وبعد كده تفرشيه في العيش البلدي. وطبعا بيتفتح فتحه صغيره، مش اللقمه كلها بتتفتح. ممكن يتعمل في الطاسه او ممكن يتلف بورق زبده ويخش الفرن، ودي طريقه الحواوشي سهله جدا جدا. تعالوا نشوف مع بعض مع الشيف محمد الوصفه الثانيه هتكون عباره عن ايه، وهي سمبوسك بالدجاج والريحان. السمبوسك من المطبخ الشامي وهنتكلم عنها براحتنا واحنا شغالين. قول لنا المقادير كده يا شيف محمد. معانا عجينه سمبوسه، ومعانا صدور فراخ مسلوقه، معانا بسله. تمام. ومعانا طبعا ريحان مفروم وناعم، ومعايا طبعا دي وميه بعمله زي عجينه بقفل بيها السمبوسه. حلو قوي. طيب يبقى المقادير بتاعه السمبوسك الفراخ والريحان. عجينه سمبوسك جاهزه موجوده في اي مكان بنشتري منه المعجنات، ومعانا صدور دجاج تكون مسلوقه وبسله وريحان، كريمه لباني، ملح وفلفل ابيض. مقادير بسيطه جدا جدا. ممكن نحط بدل البسله اي نوع خضار، انا بحب دايما اقول بدايل عشان ما نقفش عند حاجه معينه. مفيش مشكله، اي نوع خضار عندنا في البيت نقدر نستخدمه. هي الطريقه دي جديده اصلا. تمام. حته الفراخ والبسله والريحان. فعلا. هي السمبوسه على طول مشهوره بتبقى سمبوسه جبنه او سمبوسه لحمه. صحيح. او السبانيش اللي هي السبانخ. أيوة. احنا حبينا النهارده نعمل حاجه جديده ان شاء الله تعجبكم. تمام. تسلم ايدك يا شيف. عايز زيت ولا زبده؟ قول لي. خد حبه زيت وحته زبده. خد الزبده اهي. اسخن لك برضو حته صغيره بس كده. تمام. انت هتشوح الخضار مع الفراخ. هشوح الخضار مع الريحان مع الفراخ في الطاسه. تمام. في الطاسه. السمبوسك طبعا من المقبلات اللي ينفع تتشال في الفريزر لفتره كبيره، صح؟ اه طبعا، مفيش مشكله، ممكن تجهز وتقعد في الفريزر شهر، مفيش مشكله. تمام. كده حطينا الفراخ، بعد كده وحطينا البسله وحطينا الريحان. والنعناع. الريحان. تمام. حلو قوي. تمام. معانا استاذ محمد. الو. الو. الو، السلام عليكم. الو. استاذ محمد. لا لا بس. ايوه استاذ كريم. ايوه سامعك. تمام. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. تسلم ايديكم وتسلم ايديك. تسلم حبيبي. ربنا يخليك يا استاذ محمد. تسلم.
ربنا يخليكم بجد، ربنا يوفقكم وتسلم ايديكم على الحاجات الجميله اللي انتوا عاملينها. حبيبي يا استاذ محمد ربنا يخليك، تسلم. قول لي سؤال. دايما كده من نجاح لنجاح. انا بس محتاج ان الشيف تونسي بس يعيد لي ثاني الوصفه بتاعت الشعريه. بتاعت الشعريه؟ اه. حاضر. ماشي وشكرا، شكرا شكرا للشيف تونسي. شكرا لاتصالك، ربنا يخليك يا استاذ محمد، شكرا. في طلب جماهيري على الشعريه بالموزه، خلي بالك. يلا عايزين بقى نعيد تاني كده. الموزه بالشعريه وانت بتحمر الفرسه بتاعت السمبوسك. تمام. نطلع الفراخ بتاعتنا. تمام. خلينا نشوف محمد كده الموزه تاني. الموزه بتاعتنا يا شيف كريم، نجيب الموزه بنديها صدمه في طاسه بعد ما بنغسلها كويس، ملح وخل ودقيق. تمام. بنغسلها كويس، بعد كده بنجيبها بنديها صدمه في طاسه، بنقفل المسام بتاعتها. حلو. بكون محضر عندي حله فيها البوكيه جرنيه بتاعي، زي ما قلنا جزر، كرفس، كرات، ورق لورا، حبهان، بصل، ملح وفلفل ابيض، وبنزل بالموزه بتاعتي في الميه على طول. تمام. بتتسلق، بعد ما بتتسلق عندي بتطلع، باخدها في طاسه بحته زبده وحبه زيت زي ما خدناهم، بحمرها بتطلع بالمنظر دوت، وبكون الشعريه عندي استوت، بنزل عليه بالمكسرات بتاعتي. الله عليك يا شيخ. وبالهنا والشفا. الناس بصراحه عندها حق، هي شكلها فعلا مغري جدا بجد، تسلم ايديك. الله يخليك يا شيخ كريم. معانا استاذه ابتسام. الو. الو استاذه ابتسام. ايوه الو. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. تحياتنا لاهل اسكندريه كلهم. الله يخليك. الله يخليك. عايز اكلم اقول مثلا عن مكرونه البشاميل. طريقه المكرونه البشاميل. حاضر. ليك اي سؤال تاني؟ لا شكرا لاتصالك. شكرا. دلوقتي هنلف السمبوسه. دي كريمه لباني صح كده؟ لا ده عجينه بقفل بيها السمبوسه. أيوة. بس عشان ما تفتحش مني في الزيت. تمام. طيب وانتوا بقى مع الشيف محمد كده عشان نكسب وقت، احنا مجهزين طبعا شويه، انا هقليهم بس في زيت سخن عقبال ما تشوفوا لفه السمبوسك بتكون عامله ازاي، واحده واحده مع بعض كده. اهم حاجه السمبوسك تكون مقفوله كويس. طبعا. صح يا شيف؟ ما تقفلتش كويس هتفتح مننا في الزيت. ممكن تقرب الطبق ده جنبك كده؟ حاضر. يا استاذ محمد الو؟ ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، استاذ محمد عامل ايه؟ برحب باحلى شيفات والله بالدنيا. واحنا بنرحب بيك والله، اخبارك ايه؟ الله يخليك، انا متابع حضرتك فعلا يعني جدي ووفد يعني جد يعني والله. ده شرف لينا يا استاذ محمد والله. واحنا بنتعلم منكم برضه، ما فيش مرزوق معاك بس. كلك ذوق، ربنا يبارك لك حبيبي يا استاذ محمد. البسبوسه بتتعمل ازاي من غير ما تنشف ولا تحجر بس؟ حاضر عينينا الاثنين. حاضر. يا ريت الوقت حضرتك بس تقول لي عشان اعرف. اوامر. حاضر. ليك اي سؤال تاني؟ لا خليك، شكرا. شكرا لاتصالك. شكرا. طب احنا سالنا سؤال قبل البسبوسه، نجاوب على الاثنين كده واحنا شغالين. احنا عملنا كده. طيب. يا شيف كريم ثلاث سمبوسات اهم. تمام. طب خلي ديت برضو عشان انا عايزك برضو تعمل واحده تاني. تمام. انا بحمر بس السمبوسك. تمام. اللي احنا عملناها بنفس الفكره اللي اتعملت. هنرجع من الفاصل نشوف اتلف التاني ازاي عشان نركز مع بعض، ونشوف كمان وصفتين حلوين جدا مع بعض ومع الشيف محمد علاء. بس نطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض السمبوسك ولفيناها واحده واحده مع بعض، هنعيد تاني قطعه كمان عشان برضو
الناس اللي ما خدتش بالها تركز معانا، لان اهم خطوه في السمبوسك هي ليها حشوات مختلفه، لكن اهم خطوه القفله بتاعتها او الحشو بيتحط فيها ازاي. شيف محمد اعمل لنا واحده كمان، اتفضل يا شيف. تمام. هي طريقتها سهله خالص على فكره، هي لو الحته الاولانيه بس اتعملت صح هتلاقيها مشيت معاك على طول للاخر، مفيش مشكله. تمام. بس سهله جدا. اخر جزء ده بنقفله بالعجينه اللي هي ميه ودقيق عشان ما تفكش مني في الزيت بس. حلو جدا. طيب احنا كمان قلينا اللي عملناهم على الهواء قدام حضراتكم، شايفين كلها طالعه ما شاء الله جميله ومظبوطه، مفيش حاجه منها فكت خالص، طالعه زي الفل، واللون طبعا حلو جدا زي ما حضراتكم شايفين، حلوة جدا جدا، ونوع من انواع المقبلات اللي بتتقدم في المطبخ الشامي. طيب هنخش بقى كمان على نوع سلطة مغذي جدا، سلطة التبولة، سلطة مشهورة جدا برضو في المطبخ الشامي. قول لنا كده المقادير يا شيف. معانا برغل منقوع كويس في مية، معانا طماطم مفرومة، بقدونس مفروم، ومعانا بصل مفروم، ومعانا عصير ليمون وزيت زيتون. تمام. وهنتبل طبعا بملح وفلفل ابيض. انا عايز ابعد دي بس كده شويه. تمام. حلو قوي اهو، ده البطل ده. طيب هنجيب الميكس بول بتاعنا او البسيمه. الانجريديان او المكونات: طماطم، بصل، بقدونس، برغل يكون منقوع، وزيت زيتون، وعصير ليمون، وملح وفلفل ابيض. ملح وفلفل ابيض. تمام، اتفضل يا شيف. هننزل بالطماطم بتاعتنا. تمام. والبقدونس. حلو قوي. بقدونس يكون كتير. بقدونس كتير اه. تمام. وطبعا لازم البصل ما يبقاش كتير قوي، البصل بيبقى اقل من الطماطم بشويه. تمام. ومعانا البرغل بتاعنا. الله. يتنقع قد ايه يا شيف؟ 10 دقايق. معانا تليفون من استاذ وائل. الو. الو، مساء الخير. مساء الفل عليك يا استاذ وائل. ازيك يا شيف كريم؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله حبيبي، انت اخبارك ايه؟ بخير طول ما انت بخير والله، الحمد لله. والله بنرحب بالشيف محمد على قناتنا اللايف وعلى الوصفات الجميله اللي هو عاملها لنا، تسلم ايديك. ربنا يخليك. تسلم. تسلم ايديك يا شيف محمد على كل اللي انت عامله. ربنا يخليك يا فندم. على قناتنا اللايف، اهلا بيك. ربنا يخليك يا استاذ هشام، تسلم يا فندم. ليك يا سؤال يا استاذ وائل؟ لا ربنا يخليك يا شيف كريم، انا قلت بس اتصل هنيف على البرنامج. شكرا لاتصالك، كلك ذوق، الف شكر لاتصالك حبيبي. شكرا. شكرا. اتفضل اتفضل. نزل بعصير الليمون بتاعنا. طيب انت كده حطيت البرغل مع المكونات كلها، البرغل مع البصل مع الطماطم مع البقدونس، شويه عصير الليمون حلوين كده، وبعد كده زيت الزيتون. زيت الزيتون. تمام. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، حلقة النهاردة ضرب نار. طيب السلطة دي ممكن تقعد فترة كبيرة في التلاجة ولا مش هتقعد كتير؟ لو متجهزة كده ما تقعدش كتير عشان البصل اللي فيها بس. نجيب طبق التقديم بتاعنا. تمام. عجبني قوي التاتش بتاعك كده واللمسه الاخيره للطبق. سحر كده، حاجه كده جميله. تسلم يا شيف. ما هو اهم حاجه ما بقول لك العين بتاكل طبعا، البق ده مش هزار. أيوة طبعًا. يعني دي حقيقه فعلا. تسلم ايدك يا شيف. معانا تليفون من استاذ هشام. الو. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته استاذ هشام. ازي حضرتك يا شيف كريم؟ اخبارك ايه؟ اخبارك يا شيف كريم؟ عامل ايه؟ بخير طول ما انت بخير والله، الحمد لله في نعمه كبيره. شيف محمد عامل ايه وضيوفك الجمال؟ ربنا يخليك يا شيف. كل عامل لنا موزه النهارده اهو. عايز اقول لك فوق الروعه بامانه، انا فعلا انا متابعك عشان قصه ان انا يعني فعلا زي ما بيقولوا كده العين بتاكل قبل البق. لسه كنت بقول له الكلام ده دلوقتي والله. لا والله سبحان الله، يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، الشكل الموزه الضاني جميله جدا. ربنا يخليك يا استاذ هشام. تسلم. مع السمبوسه بقى مع الخلطه اللي انتوا هتعملوها فوق الروعه بامانه شيء، فوق الروعه. حبيبي يا استاذ هشام تسلم، ربنا يبارك لك. تمام تمام، بس انت تنصحني برضه شيف كريم، الدهون برضه بتاعت الضاني عموما كويسه، الكوليسترول ولا فيها مشكله؟ لا هو الدهون الضاني احنا لسه كنا بنتكلم ان الدهن الضاني بيكون افيد او نسبه بيقلل الكوليسترول في الدم عن الزيوت المهدرجه اللي احنا بنشتغل بيها،
يعني انا لو كلت بس طبعا بنسب معينه مش بكميه كبيره ما فيهوش اي مشكله خالص، يعني دي اشاعات ان هو بسد الشرايين والكلام ده. تمام تمام، نصايحك يا شيف كريم كده. ويعني برضو عايز اقول لحضرتك حاجه، ايه تقدر تعمل لنا ايه من اللحوم البيضه كده بالبرتقال؟ ممكن تعمل لنا بط بالبرتقال؟ عينيا الاثنين، اعمل لك احلى بط بالبرتقال. تسلم لي وشكرا ان انت لبيت طلبي على الاكلات الشام اللي انا طلبتها. حبيبي يا استاذ هشام، وانت دايما بتنورنا باتصالك. والله وضيوفك كلهم جمال والله، ومطبخ لايف جميل جدا والله يا شيف كريم. الف شكر ليك يا استاذ هشام، تسلم. صلى كده جميله يا شيف كريم على الشاشه كده، الله اكبر. ربنا يبارك لك يا استاذ هشام، تسلم، كلك ذوق. شكرا لاتصالك يا استاذ هشام، الف شكر لاتصالك. طيب انا ما كنتش معايا، كنت عملتي عملتش حطينا التبوله بتاعتنا بس نفسك ما عملناش حاجه، حطينا التبوله بتاعتنا بس في الطبق بتاعنا. بس حلو قوي، تسلم ايدك يا شيف، ربنا يخليك. وزعهم بس كده. طيب قول لنا بقى الطبق الاخير اللي معانا، طبق من الاطباق الحلوه برضو بتتقدم في المطبخ الاوروبي او بالتحديد المطبخ الفرنساوي، الفرنش توست او البان برديو. الشيف محمد هيعمله لنا النهارده بطريقه سهله وجميله، كمان مكوناته بسيطه ونوع من انواع الحلويات بجد اللي حلو جدا جدا. اتفضل يا شيف قول لي كده هتعمل ايه. معانا البامبرديو او الفرنش توست. تمام، هنجيب بوله بس كده. عايز يقول له انا نورك. عايز بوله اهي زي الفل، المضرب بتاعنا. هنقول المكونات مع بعض كده. مكونات البامبرديو او الفرنش توست، طبعا عيش توست ابيض وزبده، معايا حليب كامل الدسم، بيضايه، فانيليا، ايس كريم للتقديم، وصوص كراميل وبندق او اي نوع مكسرات بيتقدم مع الوصفه ديت. وصفه جميله وسهله ما بتاخدش وقت، كمان ممكن نعملها في اي وقت بطريقه بسيطه. هنشوف الشيف محمد هيعملها لنا النهارده باحترافيه وبطريقه سهله. اتفضل يا شيف. هننزل باللبن بتاعنا. البيض. السكر. والفانيليا. تمام. ده المارينيه اللي هيتحط فيه التوست. هيتحط فيه التوست. صح كده؟ هنقلبه مع بعض. حلو قوي. هات بقى الكلام ده انا اشيله لك. انقل بقى هناك كده. خلي بالك. طاسة تسخن على النار. تمام. هننزل بحتة الزبدة بتاعتنا. عايزينها نار هادية بس يا شيف كريم عشان الزبدة. حاضر. ممكن الوصفة دي تتعمل ببراون توست؟ هي ممكن تتعمل ببراون توست، بس البراون توست ده للدايت. الأكلة دي مش دايت خالص. مش دايت خالص. سعرات حرارية عالية جدا في الطبق دوت. صح. تمام. هننزل بالتوست بتاعنا كده. بتنزل في الابراي او في في المارينيه ده، بعد كده بتحمره في الزبده. حلو قوي. ممكن طنج بس او مسك. عينيا الاثنين يا شيف. حاضر. طلع لك الايس كريم. ممكن
طب احنا بنخليها تاخد اللون الجولدن بتاعها، اه تحمر معانا شويه، اه يتحمر في الزبده، يتحمر في الزبده. تمام. حلو قوي. نطلع واحده، اقرب لك الطبق سوري، نطلع واحده كده. تمام. هنعمل واحده كمان، نعمل واحده كمان. معانا قد ايه كده يا استاذ وليد؟ تمام ماشي زي الفل. تمام، واحده كمان كفايه ولا؟ اه ماشي ماشي تمام. حلو قوي اللون ده. ممكن بقى اي صوص، يعني مش شرط صوص كراميل، ممكن تحط اي صوص عندنا، ممكن صوص شوكليت مفيش مشكله. تمام. طب ايه بديل العيش التوست في الوصفه دي؟ ممكن لو عندنا عيش برجر في اللي البيت، اللي هو الكايزر. الكايزر تمام، ممكن نعمله مفيش مشكله. حلو قوي زي الفل كده. تمام. هنقدم بقى الطبق بتاعنا. تسلم ايديك. ايس كريم فانيليا، ايس كريم فانيليا. الله 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 الله. وننزل بصوص الكراميل بتاعنا. تسلم ايدك. هذه بس شكلها بجد شهي. هي بس الايس كريم عشان ساقع والتوست سخن، عايز يتاكل على طول، عايز يتاكل على طول، مش قادر يستحمل. اه تسلم ايديك. حلو قوي. يبقى عملنا النهارده من اكتر من مطبخ، وكان يوم متنوع وجميل جدا. عملنا مع بعض من المطبخ المصري او المطبخ ال كده تمام، او من المطبخ العربي، لان في مكسرات وموزه وموضوع مختلف شويه، فمطبخ متنوع. طبق جميل جدا بالموزه الضاني، وقلنا كمان على اكتر من فكره ليها في التسويه بتاعتها. عملنا مع بعض السمبوسك بحشوه مختلفه وطريقه جميله، وريناكم كمان بنحشيها ازاي، وقلنا ان هي ممكن تتخزن، وطبق من الاطباق السريعه اللي ممكن يتاكل في اي وقت. وكمان التبوله و عملناها بكل تفاصيلها، والبامبري ديو او الفرنش توست بالايس كريم شكله كده. بصوا الموضوع مختلف تماما بجد. الشيف محمد النهارده ابدع في الاطباق اللي هو عملها، وانا مبسوط جدا ان هو كان موجود معايا النهارده، واتمنى تكونوا مبسوطين بالاطباق اللي هو قدمها لنا النهارده. بشكرك يا شيف محمد. ربنا يخليك يا شيف كريم، والله الشرف ليا ان انا كنت موجود مع حضرتك النهارده ومع كاست جميل دوت، واتمنى يا رب اكون كنت ضيف خفيف عليك وقدمت حاجه تكون عجبتكم ان شاء الله. تسلم ايديك بجد ان شاء الله. ربنا يخليك يا شيف كريم، تكونوا استمتعتوا زي ما احنا استمتعنا، ومستني رايكم على صفحه البرنامج مطبخ لايف على الفيسبوك، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده. سلام عليكم.